أقامت اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية في وزارة الثقافة جلسة الاستماع والمقابلات الشفهية التي تجريها لجنة التحكيم للمتقدمين لمسابقة حفظ الشعر العربي الدورة الرابعة للعام 2021 في مكتبة الأسد الوطنية. الهدف من أي نشاط في وزارة الثقافة هو يصب في خطة استراتيجية شاملة، ليس عشوائيا وليس اعتباطيا. الجوائز أو المسابقات التي نعلنها للشباب نريد منها دعم هؤلاء الشباب، أولا ترسيخ انتمائهم للوطن، ترسيخ انتمائهم للغتهم، لثقافتهم، وإغناء لهذه الهوية. هؤلاء الشباب هم حملة شعلة المستقبل. نحن اليوم أقمنا جائزة لحفظ الشعر وإلقائه ولإدراك مراميه ومحسناته اللفظية ومعانيه. تأتي مسابقة حفظ الشعر أحد مناشط اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية في وزارة الثقافة للدورة الرابعة على التوالي، وكل دورة أو كل سنة تخصص بعصر من عصور الشعر العربي. هذه الدورة الرابعة خصصت للشعر الأندلسي، وكانت من قبل للعصر للشعر العباسي وللشعر النهضة وللشعر الأموي مرة. هذه تأتي أهمية هذه القصائد في حفظها من أنها وطن اللغة. هذا الشعر الفصيح فيه وطن اللغة، ويستطيع المتمكن من هذا الشعر والحافظ له أن ينسج على منواله نسيجا لغويا صحيحا دون أن يتعلم القواعد. ألقى المتقدمون قصائد لشعراء من مختلف عصور الحضارة العربية في الأندلس أمام لجنة التحكيم التي طرحت عليهم أسئلة تناولت ما يحفظونه من أشعار. تأتي أهمية مسابقة حفظ الشعر العربي التي تقيمها لجنة التمكين للغة العربية في وزارة الثقافة، تأتي أهميتها من خلال التمكين للغة العربية بالدرجة الأولى وربط الجيل الحالي بالتراث العربي العريق، ولا سيما الجانب الشعري، الشعر القديم. طبعا هذه المسابقة متنوعة، يعني بمعنى أن نحاول أن نواكب من خلالها غالبية العصور الأدبية. ففي هذا يعني هذا العام سيكون يعني الشعر المختار هو من الأدب الأندلسي، من الشعر الأندلسي. فكل سنة نختار من عصر من العصور الأدبية. المسابقة شملت جميع الفئات العمرية، وهدفها التمكين للغة العربية وتشجيع الجيل الجديد على حفظ الشعر الذي يساعدهم على الارتقاء بالمعاني والصور والتراكيب الخاصة بهم.